هناك في قصر المؤتمرات كان اللقاء، لقاء الباجي بأنصاره في لحظة حب، في لحظة تحرر وانعتاق. والمناسبة كانت الذكرى الأولى لمبادرته حول تجميع العائلة السياسية والديمقراطية في جبهة واحدة. بداية الحكاية بالتهليل والتكبير، والهادي الدنيا يغني سيدي بوسعيد يا باجي، والجمهور ينادي جيبولنا الباجي، الجمهور اللي جاي من كل بلاد وحط الرحال هنا في قصر المؤتمرات. هنا نستنيو في سي الباجي، تنظيم نركحوا في الأمور باش نوروا نداء تونس ونظهروا حاجة باهية. الحضور الجماهيري والإقبال الجماهيري اللي في كل مرة يكون فما موعد نداء تونس في الالتقاء بجماهيره، إلا هو شعب يطلب يلبي الدعوة ويكون حاضر معناها بأعداد غفيرة كما قاعدين نشوفه. وبدأت الاحتفالات وترفعت العلامات وتنوعت الرقصات وتعالات الأصوات، ووصل للباجي وبذماره كالعادة وسخريته الهادفة انتقد الحكومة وضحك العباد، وكانت لحظات استثنائية وفرحة عارمة، فرحة بالرمز وأمل في الغد، غد أفضل حسب الأنصار اللي رأوا في الباجي الرجل الأول أو رجل المرحلة. والإسلام مش بتاعها مبركة، احنا تونس عندنا 14 قرن وهي مسلمة وعندنا اسلام معروف. خطابه، كلماته كانت تنقطع بين الفينة والأخرى بزغاريد، وأحيانا بقرع الطبول، وأحيانا أخرى بشعارات يرفعها الحاضرين ضد الحكومة وتساند سيلباجي كما يقول أنصاره. سيلباجي في نفس الوقت زاد يقول احنا مسؤولين كلنا على مستقبل بلادنا، ومسؤولين على نجاح مرحلة انتقالية ذي كما نجحنا المرحلة الأولى، واليدين مفتوحة وإن شاء الله معناها يرجع شاهد العقل والناس كل تتلم وتحدي مع بعضها. الباجي والأقوال المأثورة كالعادة، كلمات ما يعرف سرها كان الباجي اللي يتفنن في اختيار العبارات ويوجهها نحو غايات معينة. هو كذلك يعشق الإبداع ويريد حب الحياة، ولم يؤثر فيه عامل السن. يعني الهوية متاعنا متفقين عليها، يعني مسلمين وعرب ومسلمين وعرب ومسلمين وعرب. هي قصة حب، أو لنقل حالة عشق متبادلة بين الطرفين يعشق كلاهما الآخر من أجل الغد، ربما هي حكاية أخرى تروي تفاصيل المستقبل. نغلق ملف